أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل العالمين. أفبحال حديث أنتم مدهنون وتجعلون عفقكم من لكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تهجرون ونحن أقرب إليهم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنور من حميم وتصلية جحيم. إن هذا هو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسول النبي الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد.